السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الطريقة الصحيحة باش نرجعوا هذا الفيشاء للعمل، علما ان ذاك اللي صار لهم مشكل يتكوباو هنا لي فيل تاوح اسلاك مام الخيط هذا دير يبس كما رانا نشوفو. نشارككم الطريقة كيفاش نرجعوا هذا الفيشاء وكأنه ما تقطع حتى خيط. على بركة الله هنا أداة كما هذه نزع منه الآن هايتنا كما نلاحظ أنه في شاء نجحت الماء نحط الماء ورجين في هذه طونشيتي تاوحة. ما تنسوش الدعاء للوالدين وربي يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.